تستمعون الآن إلى برنامج خاص مع مونتي كارلو الدولية. طابت أوقاتكم، كل الأنظار كانت شاخصة بالأمس ناحية منتجع مونترو السويسري الذي استضاف الجلسات الافتتاحية لمؤتمر جنيف 2. نجم المؤتمر كان بامتياز وزير الخارجية السوري وليد المعلم ورئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربة، ومن حولهما راعيا المؤتمر الأمريكي جون كيري والروسي سيرجي لافروف، إضافة لممثلين عن أكثر من 30 دولة عربية وأجنبية، مع غياب لافت لإيران التي وجهت إليها الدعوة للحضور ثم سحبت. سقف الكلمات التي ألقاها المعلم والجربة كان عاليا جدا، استخدما عبارات من العيار الثقيل مثل خيانة، عمالة، إرهاب، إجرام، مما أشر بوضوح على الهوة الفاصلة بين مواقف النظام والمعارضة، والتي اتسعت منذ 3 سنوات إلى أكثر من 30,000 قتيل على الجرحى وملايين اللاجئين. إذن انتهت اجتماعات مونترو لينتقل الوفدان إلى جنيف بقيادة دبلوماسي المهمات المستحيلة الأخضر الإبراهيمي. في جنيف سيدخل الجميع في صلب النقاش الذي سيتناول العملية السياسية الانتقالية ومستقبل سوريا الجديدة، ولكن لا شيء مؤكد على أن جنيف 2 سيخرج سوريا من محنتها، فالمعارضة لا تقبل بأقل من تنحي الرئيس الأسد عن السلطة وتسليمها لحكومة انتقالية، والنظام لا يرى في المعارضة إلا إرهابا وخيانة، ويؤكد أن لا شيء يحول دون ترشح الرئيس بشار الأسد لولاية رئاسية جديدة في حزيران يونيو المقبل. مستمعي الكرام، سنحاول في هذا البرنامج الخاص من مونتي كارلو الدولية مناقشة ما يدور أو سيدور في جنيف 2 مع ضيوفنا في الاستوديو، طبعا مع حفظ الألقاب، هيثم المناع رئيس هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في الخارج، وائل الحافظ المفوض السياسي للحركة الشعبية للتغيير في سوريا، فيصل جلول الكاتب السياسي والمهتم بالشأن السوري، رامي الخليفة العلي الباحث في الفلسفة السياسية والجامعي. أيها السادة، أهلا بكم. أهلا وسهلا. إذن بداية، ما حصل أمس في مونترو بسويسرا، المشهد الذي شاهدناه كلنا عبر شاشات التلفزيون، مشهد بالطبع يوحي أن الأزمة صعبة ومعقدة، أن التفاؤل صعب في هذه المرحلة بالذات. نبدأ النقاش، طبعا النقاش بينكم مباشرة، طبعا النقاش وكما عودتمونا في الغالب المطلوب أن يكون نقاش هادئ وموضوعي لكي كل الأفكار يمكن أن تصل بسهولة إلى المستمعين، وذلك طبعا من مصلحة الشعب السوري. يعني أنا وأنتم بالطبع نفكر دائما أن هناك الآن وفي هذه اللحظات بالذات من يموت في سوريا بقذائف وقصف هذا الطرف أو ذاك. إذن ما بعرف مين يفضل. تفضل استاذ فيصل جلول. بدي ابدا باقتباس من لا سابدا باقتباس من أنطوان دو سانت إكزوبيري، اللي هو شارك بالحرب الأهلية بإسبانيا، واللي قال عبارته الشهيرة، يعني ليس من روايته الأمير الصغير، لا لا، شارك بالحرب الأهلية بإسبانيا وقتل عندما كان طيار بإسبانيا، وحتى الآن لم يعرف أين جثته. قال dans une guerre civile on ne tue pas, on déboise. يعني بما معناه في الحرب الأهلية لا يتم القتل، يتم شيء يشبه أن
أن تقطع أشجار غابة بكاملها، الجرف. أن تقطع شعب بكامله. نعم. مع الأسف الشديد ما نراه في سوريا منذ بعض الوقت وبخاصة في الفترة الأخيرة هو ما يشبه ذلك بسوريا on the bois maintenant. نعم. لذا أنا أعتقد بأن الأولوية في سوريا في هذا الوقت بالذات هو أن نرفع الديبوازمون اللي عم يصير، هل 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 هالقتل الجماعي اللي عم يصير عن كاهل الشعب السوري، وأن نصل إلى مساومة، هذه المساومة ليتوقف الموت، ليتوقف الموت. حلو، مداخليك طبعا دقيقتين دكتور هيثم. يعني ما حدا بيختلف معه السيد أنطوان، يعني بالتأكيد في أي حرب أنطوان دي سانت إكزيبيري، صورت أنه أستاذ فيصل صار اسمه أنطوان، يعني حطيته اسم مستعار. القاعدة القاعدة الأساسية هي كيف نوقف العنف، ومهما كان اسمها، كان حرب أهلية ولا مذهبية ولا حرب نظام ضد شعب ولا مش المشكلة، المهم وقف العنف. وبالتأكيد لا يمكن وقف العنف بوضع معقد كما هو الوضع السوري بدون أن تكون الحد الأدنى من الأسباب التي أدت إلى الأوضاع التي نحن فيها على الطاولة. فإذا وضعناها جانبا وقلنا يا عمي احملوا كلكم الأعلام البيضاء، ما حدا رح يحمل الأعلام الأبيض. أنا ضد العنف وكنت ضد التسليح كمان، صحيح، لكن إذا نظرنا إلى الواقع علينا أن ننطلق من هذا الواقع لتغييره ولإنقاص وتيرة العنف في البلاد. ولإنقاص وتيرة العنف في البلاد نحن نحتاج بالفعل إلى تسوية تاريخية. ما بالإمكان أن نتحدث عن نصر عسكري اليوم لأي من الطرفين، ولا يمكن بنفس الوقت أن نتحدث عن استمرار العنف لتحسين أو تغيير موازين قوى. إذا نريد تسوية تاريخية، هذه سنتوقف هنا للحظات. دكتور وائل خير، نحن بحاجة لتسوية تاريخية في سوريا. هذا برؤيتهم للأخوة. نحن في الثورة السورية أنه أنت ضد التسوية؟ نعم، ضد التسوية السياسية التي يطرحها البعض باستمرار بشار أسد، لأن الذي يدور حاليا في هذه الدورة الآن هم يبحثون عن كيف إبقاء وإطالة عمر النظام، رغم أن الأحاديث تجري رسميا من أنهم يبحثون عن مخرج ويبقى حتى شهر حزيران ومن ثم يحق له الترشح من جديد. فكيف لمجرم كبشار أسد أثخن جراح الشعب ولم يترك يعني سلاحا؟ لم ندخل هنا. الشعب السوري بحاجة لأن يتوقف الموت الذي يغيبه كل ساعة وكل دقيقة، صحيح؟ نعم. وهذا وإيقاف نعم. الموت يتم عبر تسوية سياسية. تسوية سياسية بوجود بشار أسد لن تتم. هلا بعدين نشوف كيف بدها تتم التسوية السياسية ندخل فيها. إذا بس أنت يعني مبدئيا لست ضد التسوية السياسية. نعم، احنا طرحنا لدينا خارطة طريق، يعني لا نتحدث من فراغ، لدينا خارطة طريق لتسوية سياسية لديها شروط توضحها للمجتمع الدولي ومن هو مهتم وله مصلحة في الشأن السوري. أستاذ رامي، الوضع وصل قبل مؤتمر جنيف 2 إلى ما يمكن اختصاره بكلمتين اثنين: ممنوع النصر، ممنوع النصر على المعارضة، وممنوع النصر على النظام. انتصار أي من الطرفين له أثاره الإقليمية التي لا يمكن لأطراف فاعلة في الأزمة السورية أن تقبل بها. انتصار النظام يعني أن إيران امتلكت مفاتيح المنطقة بالسيطرة على العراق وعلى سوريا. انتصار الثورة، انتصار المعارضة السورية، يعني أن الأطراف الفاعلة الموجودة على الأرض وهي بغالبيتها أطراف إسلامية يمنع من الجانب الأمريكي، من الجانب الإسرائيلي ومن أطراف أخرى، يمنع أن تصل إلى حكم سوريا، لأن ذلك سوف يغير المنطقة. دعني أقول كمان أن سوريا تمثل واجهة المنطقة. التغير والنظام والحل الذي سيرسم والذي ستؤول إليه الأوضاع في سوريا سوف يغير ليس فقط سوريا وإنما سوف يغير المنطقة. إذن نحن وصلنا إلى حالة مأزق لا يمكن إلا عن طريق الحل السياسي الذي يتم البحث عنه في جنيف، ونقطته الأولى هي الرئيس بشار الأسد. يعني بداية، وهنا أريد أن ندخل إلى صلب النقاش، والنقاش بينكم الأربعة مباشرة. ما شاهدناه أمس في مونترو هو مشهد يدل على أن سوريا تحصل وصاية عمليا.
رأينا وليد المعلم وزير الخارجية السوري ومن أمام من جانبه أو من عن يمينه أو من يساره الراعي للنظام السوري، الراعي الدولي الأساسي للنظام السوري سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا، إلى جانب الجربة أحمد الجربة باسم المعارضة، إلى جانبه جون كيري. يعني بمعنى أن هناك من يرعى هذه المؤتمر. هل الأمور يمكن أن يشارك في حلها أو يجد إلى تسوية الأطراف السوريين داخل المؤتمر، أم أن هذا المشهد الذي شاهدناه أمس حوالي 30 دولة عربية وأجنبية، الصين حاضرة، فرنسا حاضرة، قطر، السعودية، العراق، لبنان، إلى ما هنالك، هم الذين دفعوا بهذه الأطراف إلى التسوية؟ تفضل. يجب أن ننتبه إلى مسألة في غاية الأهمية. هناك وجه داخلي للصراع السوري، هيدا أكيد. هناك تدخلات أقليمية فيما يدور في سوريا، هذا أكيد. صحيح. هناك تدخلات دولية فيما يدور في سوريا، هذا أكيد. كل هذا الخليط من الأدوار داخلي إقليمي ودولي أدى إلى ما هو عليه اليوم الحال السوري. استعصاء الحل السياسي، لأنه هو التدخل الدولي أدى إلى ما هو عليه في سوريا. عم نقول تداخل العناصر. تداخل العناصر. نحن أنا عندما تحدثت عن حرب أهلية، بكل الحروب الأهلية بإسبانيا نفس الشيء حصل، بإسبانيا نفس الشيء حصل، بأي بلبنان عشنا حرب أهلية طويلة نفس الشيء حصل. فإذن عندما نرى المشهد في جنيف، حضرتك وصفته قبل قليل، في سوريين وفي أطراف، في 40 دولة موجودة، 40 طرف، 40 دولة موجودة، وجودهم ليش؟ لماذا؟ إذن نحن أمام حالة يستعصي فيها الحل السياسي ويضمر كل طرف فيها على حسم الأوضاع على الأرض عسكريا. هل إذا أنا أردت أن أشخص مصلحة المواطن السوري، أنا اللي هو مش طرف بالنزاع، أعتقد بأنه الأولوية هي لحل سياسي للمشكلة السورية. ولكن يعني هنا طرح أستاذ فيصل، الحل السياسي للأزمة السورية، ما شاهدناه أمس من طروحات لدى الفريقين لا يمكن التوصل إلى حل. المعارضة تطالب بتسليم السلطة لحكومة انتقالية، وألا يكون الرئيس بشار الأسد جزءا من المستقبل السياسي لسوريا. وليد المعلم قال وكرر وكذلك الأسد أنه يمكن أن يترشح في حزيران، أي أنه الرئيس المستقبل. لو خليتني كفر بس أحط الأمور، أنا كنت جاي أقول شو هو الحل. أنا أعتقد أن حل المشكلة في سوريا كحل المشكلة في لبنان، كحل المشكلة في إسبانيا، كحل المشكلة في الجزائر، عبر لحظة بس تكفي. الحل السيناريو الجزائري باعتقادي هو الأفضل لحل المشكلة السورية. ليش؟ لأنه بس تطلع من حرب أهلية وتحط الصراع على على الملف السياسي، على الجانب السياسي فقط، فقط لا، وضع مختلف. الوضع في الجزائر بين عسكر وإسلاميين، الوضع في سوريا ثورة ضد النظام. النظام ما بني على باطل فهو باطل. 50 سنة من التدمير لسوريا، من القهر، من أجهزة القمع، من اللا ديمقراطية، لا حرية، الفساد، الرشوة، السجون، التشريد. يعني لا يمكن هذه ثورة شعب. دكتور، ليست عملية صراع بين طرفين، النظام وتيار إسلامي كما حدث في الثمانينات. الآن ثورة شعبية كاملة لإسقاط النظام، والشعار واضح، الشعب يريد إسقاط النظام ولن تتر راجع الثورة. مع احترامي للأخوة اللي كانوا في جنيف، أنا كنت في جنيف البارح وقبلها في بروكسل، أعلننا رفض الثورة لأي طاولة حوار مع النظام. نحن أعلننا في الخارطة نقبل بعملية إشراف دولي على شخصيات من النظام لا تكون في مؤسسة القمع، تكون هي
في المرحلة الانتقالية ويجري مؤتمر وطني لإيجاد من يمثل الشعب والثورة وتجري مباحثات، إنما مع بشار وطاقم بشار الذي قتل ودمر في الكيمياء وكل الأسلحة. بس خلينا بس أنا نهي أنا أستاذ دكتور وائل، يعني وجهة نظرك محترمة ومنعرفها من زمن يعني، ومش فقط وجهة نظرك، هناك شبه إجماع بالمعارضة على وجهة نظر التي تتفضل بها حضرتك، وهي منذ بداية الصراع موجودة وجهة النظر. هو السبب لأنه بشار أسد شخصا ونظاما. لذلك أعتقد بالنسبة لي أنا أرى المسائل من زاوية أخرى. أنا أرى ما يدور مثلا في شمال سوريا اليوم شيء شبيه بالقرون الوسطى، نقل الصراع من مكان إلى مكان آخر تمام. ما يدور في سوريا اليوم لا علاقة له بكل أدبي عندنا اختصاصي بالفلسفة السياسية، وهو يمكن أن ينورنا في هذا المجال. وبالتالي ما يدور اليوم في شمال سوريا مع الأسف الشديد، يا ريت عندك سلطة أنت على ما يدور في شمال سوريا. أنت تبتعد لإعطاء ضبابية للموضوع، تبتعد عن نقطة النقاش. إذا بدنا نحاكم النوايا ما مني. طيب بس إنه لا 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 أنا عم بطرح وجهة نظر كمحلل سياسي. رجاء أنا يعني فقط أنا اللي أختم فأقول فضل. الحل في سوريا هو على السيناريو الجزائري. هيثم منا يعني أنت ناشط سياسي منذ سنوات وسنوات، منذ زمن طويل أنت تعمل يعني رئيس تنظيم، رئيس الهيئة التنسيق الوطني للتغيير الديمقراطي في الخارج، لك وجهة نظر، لم تذهب إلى جنيف لماذا؟ أولا أنا أعتقد بأنه ما قاله وائل، القسم الأول ما قاله وائل بأن ما حدث في سوريا وحركة اجتماعية مدنية ثورة سلمية ضد الفساد والاستبداد اللي عمره 43-44 سنة. نعم. وهذه الحركة الأسماء اللي قامت فيها يمكن واحد أو اثنين منها غادروا الأراضي السورية بحياتهم كلها بـ 18 آذار اللي طلعوا بالمظاهرة، يمكن واحد أو اثنين طالعين من الأراضي السورية إلى الخارج. إلى الخارج حتى. نعم. يعني ولو حتى زيارة للرمثة اللي جنبهم. فالحركة كانت استجابة لعطش للتغيير عمره عقود زمنية مش سنة وسنتين. تأملت الناس بربيع دمشق فأجهد، تأملت الناس بالإصلاح فأجهد، تأملت بعد احتلال العراق بإصلاحات فلم يحدث شيء، فلم يبقى للناس. أي أن النظام القائم في سوريا، يعني هذا النظام كان قائما مع ربيع دمشق وقبل ربيع دمشق، غير قابل للإصلاح. هذا النظام لم يقبل أن يقدم أي تنازلات لتجميل صورته وليس للتغيير، للتجميل لم يقدم. والناس لما كانت تروح للقصر الجمهوري وكنا نقول لها اذهبوا إلى القصر الجمهوري حتى لا يقال يوما أنكم لم تجربوا كل الوسائل السياسية والسلمية، كانت تذهب إلى القصر الجمهوري يعبأ جيوبها بالوعود، أولادكم بتلاقيهم ببيوتكم اللي اعتقلوا، رح نعوض على العائلات ورح نعمل وخلصنا من حالة الطوارئ وخلصنا من كذا، يوصل لبيته تيتي مثل ما رحتي مثل ما جيتي. فهذا الذي كان يجري، وهذا كان الرد عليه ب 22 بعد ضرب الأمن للمتظاهرين بالرصاص الحي من اليوم الأول، كان الرد عليه بتوريط الجيش السوري في مواجهة السكان المدنيين في المدن بدخول درعا أولا ثم دخول دوما ودخول المدن الأخرى. طيب في وضعك هذا وفي حالة تصحر سياسي، في حالة بلد محاط بكل الأنظمة اللي حوالينا لها علاقة وتصفية حساب مع النظام وكل واحد حاب يكون له إيد في الموضوع، لجأت الناس إلى السلاح، قسم من الناس، وبدأ ينهمر علينا السلاح. وهنا أنا قلت بدأت الثورة المضادة، لأن السلاح لا يمكن السيطرة عليه من الداخل. نحن كشعب سوري غير قادرين على ثمن دفع ثمن تكاليف السلاح وتمويله،
وبالتالي السلاح يعني التبعية. وهنا بدأ، صار الدور التركي أقوى، الدور السعودي أقوى، الدور القطري أقوى، الدور الأمريكي أقوى. بعد أن كانت الناس عندما تخرج في المظاهرات لا تؤمن بأي مساعدة ولا تطلب أي حاجة من أحد، حتى إحنا كنا في التجربة التونسية من الأيام الأولى كانوا يقولون لنا اتصلوا في الاتحاد الأوروبي يساعدنا، والله في سوريا ما في حد قال لا اتحاد أوروبي ولا حد. هذا كذا صارت الأمور. بدأ هذا التدخل الخارجي اللي كان ضدنا وضد الشعب، والمؤامرة لم تكن على النظام. هذه المؤامرة اللي حثت في التدخلات الخارجية من القاعدة إلى الفضل بن العباس كانت بالتدخل الخارجي ومن الخارج، ولكن على الثورة. إذن هي مؤامرة على الثورة، خلينا نفهم شوي هيثم. حاليا ليس هناك ثورة، هناك مؤامرة. لا هذا الآن لا لا عفوا، دخلت الحرب، كلمة حرب دخلت من اليوم الذي يحمل فيه مقاتلان السلاح في مواجهة بعضهم البعض. هيك بالقانون الدولي، لما يكون في اثنين عم يتقاتلوا ولو واحد حامل فشك بارودة فشك وواحد حامل مثل ما بيقولوا طيارة ميج، القانون ما اللي سماها فيصل حرب أهلية، حرب سميها اللي بدك يا أهلا، نختلف على القانون الدولي. القانون الدولي لما واحد بيسقط بحالة قتال بسميه مقاتل، ما بسميه مدني. أما لما يكون متظاهر سلمي بسميه مدني، وكان جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية عندما تتكرر. طيب لما كانت مدنية يا هيثم، لحظة بس لحظة، نحن وصلنا لهون وبدأت التدخلات الخارجية تنخر بنا، وأوصلونا إلى جنيف واحد. جنيف واحد إحنا قبلنا فيها لجملة واحدة بس، بس جملة واحدة في هذا الإعلان، وأنا كتبت من 10 تموز بعد 10 أيام هذه الجملة، هي بالنسبة لنا الأساس. الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلد. أوكي. هلا هذه مش الأمريكي ولا الروسي ولا الإيراني ولا الإيراني ولا الإيراني ولا حزب الله ولا الياباني. حسن نصر الشعب السوري هو الذي يقرر الأزمة. هي ولكن نكمل الجملة، ولا بد من تمكين جميع فئات المجتمع ومكوناته من المشاركة في عملية الحوار الوطني، ويجب ألا تكون هذه العملية شاملة للجميع فحسب، بل يجب أن أيضا أن تكون مجدية، أي من الواجب تنفيذ نتائجها الرئيسية. يعني بمعنى أي شيء بده يصير، أي تفاوض بده يصير ملزم، ولكن هذا التفاوض الأساس فيه مكونات سورية. النقطة الثانية اللي بحب أقولها أنه لما قيلت هذه الجملة ونوقشت هذه المسائل، كان الأساس أيضا في نفس الإعلان قائم على أساس أننا نحن كمعارضة نشكل وفدنا، وكمعارضة اسمح لي لنا صوتنا. سنصل إلى عملية تشكيل موافدة يعني بالنتيجة، ونحن كشعب سوري نحدد إذا كان في نقاط تضاف على إعلان جنيف أو لا. طيب في اليوم أضافوا لنا قبل المؤتمر، أضافوا لنا موضوع الإرهاب، أضافوا لنا موضوع بدال كل الصلاحيات تدرج ومعظم الصلاحيات، أضافوا لنا أضافوا أشياء كثيرة حرفت النص أصلا عن المسار الطبيعي الذي يعطي السوريين مصيرهم. يعني بالنتيجة الخلاف الأساسي أو الإشكالية القائمة في جنيف، والتي مثلا منعت أو حالت دون مشاركة إيران، هي أن جنيف واحد ينص بشكل أساسي على عملية انتقالية على تسليم السلطة بحوار بين أطراف الشعب السوري. طبعا. لم يحدث شيء، هنا الخلاف بدأ. يعني من أطراف الشعب السوري؟ النظام هو جزء من، يعني يمثل ما يمثل في سوريا، مع من تتفاوض؟ بس ابتعد طبعا. لأنه هيثم سوى بين الضحية والمجرم والجلاد. يعني بعملية وصف المظاهرات سلمية بما فيها بشار أسد اعترف بسلميتها مدة 6 أشهر، ثم هل ليس من حق المواطن أن يحمي نفسه ويدافع أمام استعمال الدبابات والرشاشات وهذا القمع المجرم، يعني الفاجر الكبير أمامها متظاهرين سلميين حملوا سلاحا بسيطا
ثم ما جرى. لا هيثم أنت تريد يعني نحن نتكلم الآن لنخرج من نكبة. النكبة تحش. فعلينا أن نقول الحقيقة حتى نحلل صح. إذا بتعطي تشخيص صح توصل لنتائج صح. أنت طبيب. ليس الذي لا يتوافق مع رأيك. أنت طبيب. لا 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 عفوا. يعني أنت تعرف. لا. أنت تعرف أنه في شهر حزيران جرى قتل جنود في جسر الشغور قبل أن يجري إطلاق نار في جسر الشغور. في اتجاه لحظة 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 يعني أنا 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 على بالدبابات عفوا ما كان لسه في طيارات بال 2011 هيثم هيثم حبيبي سنين بدي أعمل توضيح الشهر الثالث انتقائية لحظة شوي لحظة شوي انتقائية حدث في ناس في ناس أرادت تسليح الثورة منذ شهر آب. إذا بدك ترجع على القضية اللي أجوك الجماعة فهذه مع مش الجماعة مختلقة ولا تمس للحقيقة بصلة. ليش عملية التسليح أحرار الشام فيه. أحرار لا لا الشام لا. يقولون بدأنا عملنا منذ أيار نقدر نناقشها. أحرار الشام كاتبين على الموقع تبعهم بدأت الحركة في أيار 2011 لم يملكوا أي سلاح. بشار أسد مش مقبول. كذب بشار أسد اللي اعترف بخطابه أنه إلى نهاية رمضان لم تطلق طلقة واحدة. لأنه كانوا لأنهم كانوا مهمشين من قبل المجتمع. من هم المهمين؟ المسلحين. ما كان في مسلحين. كانت جبهات الناس. كانت دفاع عن نفسها. كانت من الذي رفض التسليح؟ لا لا لا. كان المجتمع يرفض التسليح. سؤال المجتمع أجبر على حمل السلاح للدفاع عن نفسه شباب. ولم يزل. يعني ولم يزل. عفوا الدكتور. من الذي يدفع عن وائل؟ من الذي من الذي من الدفاع عن النفس لا تضرب الدفاعات الجوية. هيثم. من الذي ضرب الطيران والصواريخ والدبابات والقنابل والكيميائية؟ الدفاع الجوي. شو الحمد لله ما عنده ذرة. نعمل استعادة تاريخية. لا 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 ما عنده ذرة. لا لا أنا بدي أقول لك حاجة. في أيادي أرادت التسليح منذ البدء. إيران التنظيمات الآن الحالية وأنت تعرفها داعش وكل التنظيمات الأخرى مخترقة. يعني إيران من الشام من الذي ما هي ما هي دكتور وائل أحرار الشام إيران لا دكتور التنظيمات أحرار التنظيمات الإسلامية حركة أحرار الشام اللي هي أول حركة الآن تقاتل النظام الآن تقاتل النظام ومن الأول ومن الأول هي تواجدت بعد أن تم التسليح الثقيل والقتل الثقيل عفوا تواجدت في شهر أيار 2011 بس بلكوا بلكوا تسمحوا لي هون عود يا هيثم زعيمة هيثم حبيب عبود هيك بقول مش أنا أستاذ هيثم مش معقول أوكي بدي ارجع بدي الناس ماذا تقول طيب فيكم انا عم بدي النقاش اذا بتريدوا بتدخل طيب. السؤال هو اذا وصلنا لهون الثوره بدات سلميه وكنا نسمع في شوارع دمشق وفي شوارع مدن اخرى سلميه سلميه ظلت سته اشهر سلميه اوكي انما بدات التسلح بدا استخدام السلاح بالبدايه كان ظهر السلاح بين المتظاهرين لحماية التظاهرات كما يقال من الذي من هي ما هي الأسباب التي دفعت هذه المظاهرات السلمية لتتحول إلى ثورة مسلحة لتتحول بعدها إلى حرب أهلية هل هو قمع النظام واستخدام السلاح هل هي أطراف خارجية مثلا أستاذ رامي الحقيقة هنا يعني يتم النقاش والحوار والجدل حتى أحيانا وكأن هنالك طبعا هنالك مؤامرة في التاريخ ولكن التاريخ ليس مؤامرة والآن عندما نتحدث نحن عن مسار الثورة السورية هنالك أطراف كثيرة تتدخل لأن لها مصلحة ولها فيما يحدث على الأرض السورية وفيما سينتج عنه بالتأكيد أنا هنا أستند إلى ما قاله الدكتور هيثم يوم أمس ربما أو قبل ذلك قال أن الحل الأمني ببساطة الحل الأمني الذي استخدمه النظام لم يستخدم حتى القنابل المسيلة للدموع في درعا لم يستخدم حتى الوسائل التقليدية في مواجهة المظاهرات وإنما لجأ بشكل مباشر إلى إطلاق النار نحن نتحدث عن بجانب السكن العسكري في درعا تم وضع كمين للمتظاهرين لكي هذا يعني أن لجوء المتظاهرين لحمل السلاح لحماية أنفسهم كان أمرا مشروعا دعني أقول كمال دعني أقول أن هنالك ديناميكية خاصة بالثورة نعم. هذه الديناميكية نتجت نتيجة استخدام العنف سوف يؤدي إلى عنف إلى عنف عنف المضاد عفوا إذا سمحت سمحتم لي أن لا أقاطع دعني أشير إلى نقطة أخرى أيضا كمال هنالك ابتداء من الشهر الخامس ظهر طرفان على ساحة الصراع في شهر الخامس 2011 لأن
لأنه دائما نحن نتحدث عن هذه المرحلة كيف بدأ السلاح. ظهر عنصران على ساحة الصراع في سوريا. العنصر الأول وهو الإفراج الذي قام به النظام عن جهاديين موجودين في صيدنايا، لأن النظام كان يريد في ذلك الوقت أن يقول بأن ما يحدث في سوريا هو من إسلاميين وأن هنالك إرهابيين يريدون أن يستولوا على السلطة. هذا ناحية. الناحية الأولى والذي يجب أن نميز بينها بشكل واضح أن هنالك أفراد في الجيش السوري رفضوا إطلاق النار وهم خرجوا، وكان سياسة النظام مع هؤلاء الأفراد أنه لا يتم القبض عليهم وإنما يتم قتلهم بشكل مباشر. فبدأت تنشأ مجموعتين تحارب النظام. المجموعة الأولى هي ما سمي الجيش الحر، المجموعة الثانية وهي من خرجوا من السجن والذين شكلوا التيارات الإسلامية فيما بعد. دعني أشير إلى نقطة أخيرة كمان إذا سمحت لي وبعجالة، أن الغرب من تدخل بالثورة السورية ساهم في دعم الجانب الإسلامي، بالمقابل ساهم في عدم أو لم يساهم في دعم الجيش الحر. لذلك وجدنا النتيجة الآن أن القوة الحقيقية الفاعلة على الأرض هي الجماعات الإسلامية الموجودة في سوريا. وبالتالي أنا ما أراه أن هنالك ديناميكية خاصة أوجدتها الثورة هي التي، طبعا كان هنالك التأثير من قبل الأطراف الإقليمية، نتحدث عن إيران روسيا، نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بما في بعض الأطراف الإقليمية. عفواً، فقط أنا يعني حتى لا نخطئ الدعوة لهذه الحلقة، الكلام الذي يقال الآن يجب أن نعترف أنه سامعينه كلنا شيء 20,000 مرة. إذا بدنا الحلقة تكون تكرار لما قيل من قبل فينا نكفي هيك. حضرتك تفضلت بالسؤال عن جنيف، هل يمكن لجنيف أن يشكل حل للمشكلة السورية؟ ولاحظت حضرتك أنه في طرفين، كل طرف عمين في الآخر، صح ولا لا؟ نحن إذا أردنا أن نبحث في هذه النقطة، تفضل ندخل بهذا، ندخل بهذه الزاوية، تفضل افتح النقاش، ابدأ النقاش هنا في هذه النقطة. أنا أعتقد بأنه كل من له علاقة بالأزمة السورية وصل إلى استنتاج مفاده أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السورية، ولا ما راحوا الناس على جنيف؟ في إجماع صار في كل مكان بالعالم أنه إلا عند أيمن الظواهري وعند داعش وعند الآخرين أنه بدهم دولة بالشام. اليوم أنا سمعت خطاب أيمن الظواهري وهو يقول بوضوح أنه كفوا القتال عن، مش بس دولة. أيمن الظواهري، طيب. هناك أطراف في الداخل السوري، طيب. وفي الخارج سوريا غير أيمن الظواهري. طيب إحنا عم نقول في إجماع صار أنه حل عسكري للأزمة السورية مش وارد سيدي، ليس هناك من إجماع، في إجماع. لحظة، لا لا لا، مع الحل العسكري لا، الناس تريد التخلص من النظام. طيب. هي قامت للتغيير الشامل والكامل. طيب. تريد رفض كامل لنظام بشار وبقائه. دكتور وائل، والحل العسكري يعني أحد الحلول. وجهة نظره محترمة وعلى طول يعني هاي موقف ثابت عنده، لم يغير منذ انطلاق الثورة حتى الآن. يعني أنا أحترم ما يقوله، لكن عندما أرى كمحلل سياسي، لحظة صغيرة بس، الوضع القائم مجبر لهذا الاستنتاج أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السورية، وبالتالي الحل السياسي كيف؟ الحل السياسي ما عندك مشكلة كمان مع الحل السياسي يعني. نعم، طب خلي جملة بجملة بدنا نحكي كل حرف بحرف. بالنسبة للحل السياسي، هناك السيرورة الموجودة الآن في جنيف، وهناك سيرورة أخرى لم يتم الكشف عنها من بعد، وهي اتصالات سرية لا يعني لم نتأكد من تفاصيل بعد، حول سيناريو. ليش حكيت عن سيناريو الحل السيناريو الجزائري؟ اتصالات أخرى تساعد على إيجاد صيغة ما بعد بال 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 بأولها لأطراف ليست مرتبطة مباشرة بالصراع، على إيجاد صيغة لحل هذا النزاع سياسي. لو قادر المعارضة بكل أطيافها، سلمية أو عسكرية، أن تصفي النظام السوري، أن تقضي على النظام السوري، لما جاء أحد إلى جنيف. ولو أراد النظام، لو كان النظام قادرا على تصفية المعارضة عسكريا، لما قبل بالمجيء إلى جنيف. إذن الحل السياسي للأزمة السورية هو الحل. طيب انطلاقا من هالشيء اللي طرحته أستاذ فيصل، أوكي راح نقرب لقدام.
الحل السياسي. إذن كلنا متفقون على ضرورة الحل السياسي. الأستاذ وائل الدكتور وائل بيقول الحل السياسي يكون بسقوط النظام بشار الأسد. على كل بشار الأسد بيقول بسقوط المعارضة. إذن عندما قامت هذه الثورة كانت ثورة شعبية. عندما قاد الثورة وقال إنه الشعب يطالب بإسقاط النظام. أوكي. بعدين تحولت ما تحولت وتطورت ودخلت في غيب. الآن النظام السوري ماذا يقول؟ يقول أنا لا أعترف بكم، ما بعرف بمين، يعني لا أعترف بكم لا بالمعارضة التي هي في جنيف ولا المعارضة التي لم تذهب إلى جنيف. مش على جنيف. لا يعترف بهم، وصفهم أنه هؤلاء خونة وأرهابيين وعملاء و وبالتالي النظام عم بيقول لك أنه لا أن أسلم السلطة. وبالتالي بشار الأسد، الرئيس بشار الأسد الذي هو رأس النظام، سيترشح للانتخابات لرئاسي جديدة. أنه هذا مشهد أو هذا سيناريو يؤدي إلى طريق مسلوك. كيف تبدأ المفاوضات؟ بالحد الأقصى، الحد الأقصى. هذا أول تفاوض. بدك تسأل الإبراهيمي كمان. أول تفاوض. تسأل الإبراهيمي. أول مبدأ. نعم. حتى نتفق. نتفق نقرب لقدام. بدنا نقرب لقدام. نعم. أول مبدأ. إذا منفتح أي قاموس سياسي على كلمة مفاوضات وتفاوض، منلاقي من أهم تعريفات التفاوض عدم الاعتراف. لا يعني أنك تفاوض أحدا أنك اعترفت عليه أو به. هذا موجود بكل قواميس العالم غير الحوار. لذلك نحن قلنا نحن في مفاوضات ممكن تكون، ولكن الحوار الداخلي ذقنا مرارته وشفنا كيف نتائجه. فأول نقطة، هذه المفاوضات أنا برأيي يجب أن تحدث، ولا يمكن أن نخرج من نطاق الحل السياسي، لأن الحل العسكري بالنسبة لي طريق مسدود لسببين. السبب الأول، نحن لم نعد أمام شعارات درعة ودومة عندما قالوا لا أخوان ولا سلفية، بدنا دولة مدنية. نحن اليوم أمام شعارات طالبان وشعارات خلافة إسلامية، وجاء المال للجهادية البرجوازية، ما جاء للجيش الحر ولا جاء للجنود المنشقين. في جنود منشقين ميتين من الجوع وبيبيعوا فلافل، بينما بيجيك مقاتل أجنبي مثل ما بيقولوا مرفه ولديه مرتب ولديه ما يحتاج. نحن هون تدخل العنصر الخارجي وحول الصراع من صراع اجتماعي سياسي ضد الدكتاتورية والفساد إلى صراع حول سوريا للقوى الأخرى. صاروا عم يتخانقوا الإيراني والسعودي والروسي والأمريكي على منطقة النفوذ اللي اسمها سوريا. يعني تحولنا نحن لموضوع في القضية ولسنا طرف. طيب. هذا الشيء نحن لجأنا للدولي لسبب واحد. نحن أول كلمة منقول فيها إذا كان هذا الدولي صادقا على الأقل، مو مع المعارضة ولا مع السلطة، إذا كان صادقا في أنه يريد تخفيف معاناة الشعب السوري، من واجب مجلس الأمن ولديهم مشروع من 4 أشهر مقدم من هيئة التنسيق لكل الدول دائمة العضوية أن يصدر قرار يضع خارج الشرعية الدولية كل مقاتل غير سوري على الأراضي السورية لأي طرف جاء ومن أي بلد جاء، بما في ذلك المقاتلين. واضح كلامي يا وائل، واضح كلامي. من أي طرف جاء ومن أي بلد جاء. لا لا تعصب أخوي. لا لأنه يعني كانك تفكر أنه أنا والله بدي حزب الله وأنت بدك الشاشاني. نحن ضد كل الأجانب. أنت دائما بطرحك تحجم الدوري الإيراني. أنا لما دخل حزب الله، شبهت دخول حزب الله بدخول الظواهر إلى سوريا. ما بحتاج دروس لأحد في وطنيتي. أنا ما بعطيك دروس وليس من اختصاصي. لا لا رجاء لا لا نحتفظ بأدبنا وتهذيبنا. تفتح الانترنت وبتشوف مواقفنا. هيثم مواقفنا واضحة بالاحترام المتبادل. مواقفنا واضحة. القضية مفاوضة. مواقفنا واضحة. عفوا لكمل بس لكمل وجهة نظر. طيب نحن جميعا مشاركين يعني. اتفضل، راح تاخذ حقك كاملا ولا نقاطعك.
لا 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 في في هذا خذ الجمل خذ الجمل كما في هذا في هذه البرامج نحن نتكلم بدقة وأمانة ونحن نتكلم بدقة ونحن وأمانة. نرفض وجود أي مقاتل غير سوري على الأراضي السورية من أي بلد جاء ولأي طرف كلام سياسي كلام سياسي نعم أنا عندي كلام سياسي فضل لأن نصر الله لما يقول عزم التسمية عشان تبرير التدخل عدم التسمية بطلب من الروس والأمريكان وليس بطلب من هيئة التنسيق مين؟ نحن طلبنا تسمية كل الفرقاء فقالوا حتى يمشي القرار منقول غير السوريين قلنا لهم هذا النص تفضل طيب وقمنا الأسماء كل الأطراف اللي كنا ذاكرين طب عندك مشكلة مع هذا النص مع خروج جميع المقاتلين غير السوريين من الأراضي السورية كبيرة لا لا أنا إحنا نريد الحل أن يكون لمصلحة وقف القتل والتدمير إذن إذن يجب أن يكون هناك إجماع من كل قوى الثورة السورية على هذا القرار والمطالبة به لحظة بس أكمل القرار, القرار الملح حاليا هو طبعاً هذا طبعاً أو خمسين ألف إنسان أو عندنا 50,000 إنسان غير سوري 110,000 إيراني وأتباعهم قاتلوا يعني هناك هناك يعني الناس عم بتموت في سوريا تعرف هالشيء أكثر مني والناس جعانة ومحاصرة إلى آخره أنه قبل أن تصل إلى هذا إلى إخراج كل المقاتلين غير السوريين من سوريا وهذه مسألة قد تأخذ لا لا أليس من الأسهل أنا بدي أسهل وهون يعني مع الأستاذ رامي ومع الأستاذ أليس من الأفضل أن تصل بداية وكحد أدنى إلى شكل من أشكال خي وقف إطلاق نار رفع الحصار فتح ممرات إنسانية ما هم ضد العملية السياسية المقاتلين غير السوريين لا. كلهم لا. ضد العملية السياسية واحد جاي لخلافة إسلامية واحد جاي لبقاء النظام الأخوة أنا بدي رد عليه المقاتلين الذين تواجدوا على الأرض الشاشاني بده بسوريا ثورة ديمقراطية حكيت الذي تريد تصمح تفضل المقاتلين الغير سوريين الذين أتوا لدعم لنأخذها بكلمة دعم ومساندة الثورة هو بعد التدخل الإيراني وحزب الله وكل من يدور في الفلك الإيراني كل مجرمين أتوا حزب الله يوم القصير هم عاجوا قبل القصير لا 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 لا, لا. لا تدخل رسميا حزب الله رسميا بالقصير الأسلحة الإيرانية والمقاتلين والبازدران ومتطوعين حتى حوثيين كله وصل لمساعدة إيران في عملية حسم المعركة نحن الآن نقاتل إيران لذلك أقول لكم بالمختصر لماذا جنيف الآن تلعب في الوقت الصعب لأن إيران لم تحضر يعني البعض الآخر يقول أن النظام يقاتل السعودية خليني كم نعم هذا الأرض السورية هيك يعني لا لا لا, لا. السعودية ما عدا مقاتلين نحن لدينا بازدران ولدينا مقاتلين من سجن الحائر مساجين سجن الحائر فورا إلى مطار اسطنبول هاي يعني عندنا 300 اسم المخابرات الإيرانية لا أخرجت أربع كمان بالمقابل إيران أدخلت ألاف المقاتلين من بازدران وحفظ الله نحن نقول نحن نقول إخواني الأعزاء نحن نقول كلهم خارج سوريا نحن ضد الأعور نعم. نحن ضد الأعور هل يمكن واحد بيدي طرف وبيسكت عن طرف واحد الطرفان نعم طبعا بس اللي غطى على الجهاديين اليوم عنده حرج انه يقول لازم يطلع بدك تهني زميلك هيثم هل نريد ان نتقدم خطوة الى الامام نعم نريد ان نتقدم خطوة بدنا خطوة الى الامام اذا بتريدوا نحن عم نوصف الصراع بعناصره البشعة بكاملها اوكي مش من طرف من كل انا رح احكي لك عن لحظة إذا بدنا نحكي بالتفاصيل اللي عم نحكي فيها هلأ ما حنتقدم خطوة الأمان لنعرف وين بدنا نروح بالأزمة السورية إذا بدك دكتور حل سياسي للأزمة السورية بدك تنطلق من هالنقطة مش من النقطة اللي كانت موجودة قبل 3 سنوات أنا عم بحكي الآن عن جنيف إذا لذلك أنا أقول احتراماً لدماء الشعب السوري التي تهرق بكثف ومع الأسف الشديد من كل الأطراف مش من طرف واحد يجب أن نفكر بفكرة على الأقل نطرح فكرة إذا استمع حدا من الشعب السوري الموجود بسوريا هلأ لفكرة أنه نحن قادرين نعطي حل للأزمة السورية نعطي أمل لهذا الشعب الموجود للمواطن السوري ما نكرر له نفس العبارات التي نكررها في كل الحلقة وفي كل والاتهامات التي نقولها في كل مكان لذلك أنا بأنه النقطة الأساسية التي يجب أن ننطلق منها لا يوجد حل عسكري للأزمة حل تفاوضي
وعندما نقول حل تفاوضي أن نعم. تعترف الأطراف رامي الخليفة رامي الخليفة حل عسكري حل تفاوضي ماذا؟ لابد من الحل السياسي. دعني أقول كمان دعني أقول نقطة على غاية من الأهمية. كل ما تحدث به الدكتور هيثم والدكتور وائل فيما يتعلق بالقوى الموجودة على الأرض سواء كانت قوى أجنبية أو حتى جماعات نشأت في سوريا نعم. أو النظام أو غيره القوى المتصارعة الموجودة في نعم. سوريا لا يمكن أن تقف في وجه هذه الجماعات بدون وجود حل يرفع الغطاء السياسي الموجود. بقاء النظام السوري بشار الأسد القوى العسكرية تنظيم الشبيحة تنظيم الشبيحة البقاء بدون حل سياسي يؤدي إلى انتقال مثل ما ذكر مؤتمر جنيف الأول لن يؤدي إلى رفع الغطاء عن الجماعات الموجودة المقاتلة من الدول الأجنبية. لذلك نقطة البداية هي وجود حل سياسي يؤدي إلى انتقال حقيقي للسلطة في سوريا. وعند ذلك يمكن الحديث عما تحدث به الدكتور هيثم عن رفض وجود كافة القوى الغير سورية الموجودة على الأرض. ولذلك باعتقادي لابد من هذه النقطة. إذا كان ما سمعناه يوم أمس من السيد وليد المعلم وزير خارجية النظام لا يبدو أن هنالك إمكانية على الأقل من وجهة نظر النظام بهذا الانتقال. هذه خطابات افتتاحية ومعروف عالية. المسألة ليست فإذا ما فيش حل سياسي إذا سمحت لي إذا قادر تبدأ عن النظام ليش تنتشي أنا لم أقول القضاء على النظام. دعني أكون صريحا وواضحا. أنا أقول عملية سياسية تؤدي إلى انتقال سياسي وتغيير للنظام السياسي الموجود في سوريا. هذا أمر واضح جدا. بدون هذا الحل سوف تبقى سوريا أرضا خصبة لكافة الصراعات الإقليمية والدولية وسوف يبقى هذا الصراع لسنوات طويلة قادمة. طبعا كلنا نتمنى أولا وقف إطلاق النار، نتمنى خروج كافة القوى الأجنبية الموجودة على الأرض خارج سوريا. ولكن البحث أنا باعتقادي نقطة البداية الأساسية التي يمكن الانطلاق منها هي الحل السياسي الذي يؤدي إلى انتقال. ليس بالضرورة لأنك تعرف أستاذ فيصل ويعرف الأخوة أيضا أن في سوريا لا يوجد هنالك رأس النظام فقط وإنما يوجد نظام، وهذا النظام هنالك أطراف أيضا لا تشعر أن زوال هذا النظام سوف يؤدي إلى مذبحة بحقها. لذلك هؤلاء جزء من المجتمع السوري وهنالك الجزء الثائر على النظام السوري دون الوصول وهو جزء من منظومة إقليمية دولية. تماما أنا أتحدث لكن نقطة البداية أنا أبحث هنا عن نقطة البداية التي يمكن الانطلاق من خلالها. دون ذلك الحديث عن التفاصيل كلها تأتي التفاصيل لاحقا. تفضل اخواني. احنا الشعب السوري والثورة السورية قامت ليس الحرب وهواية الحرب والقتال والقتل. الثورة السورية قامت لتنهي حقبة باطلة ظالمة غير شرعية. ما بني على باطل فهو باطل. بشار أسد ليس شرعيا ولا النظام أبوه كان شرعيا. إذن الرجل هو غير شرعي وازداد القمع وازداد الفساد وازداد القتل وازداد التشريد. إذن كل المعطيات ليثور هذا الشعب ضد هذا الحكم اللاشرعي كانت موجودة وتفجر الوضع. الآن نحن أمام الحل وجنيف 2. الحل واضح وصريح. عندما تقبل إيران بأن مشروعها هذا الذي هو القوس الصفوي طهران بغداد دمشق بيروت هزم، يجب أن تعترف. هي تحاول حاليا هزم هذا المحور بتغيير النظام في سوريا. يهزم هذا المحور بتغيير النظام. نعم عم بحكي. لماذا هي تقاتل وتقاوم لإبقاء النظام في سوريا؟ نحن الآن نقاتل إيران مباشرة. النظام عمليا قبل معركة القصير وحسن نصر الله طرحها أنه هم تدخلوا لإنقاذ النظام، وهذا الرأي مسموع. إذا لما تتدخل إيران وأتباعها في لبنان وفي العراق لمساندة هذا النظام معناها عمليا النظام انتهى. نحن الآن نقاتل إيران ونقاتل أتباع إيران. نحن الآن كما ذكر هيثم أنه إخراج القوات نعم، ولكن هذا يجب أن يمر في مرحلة الحل السياسي معاك، ولكن الحل السياسي يبدأ بتنحي بشار وكل قياداته وظهور نحن نحارب النظام وليس الدولة. هناك 16 فرع لمخابرات قتلت الناس ودمرت بعد استعمال الكيميائي والبراميل والتدمير للبنى التحتية ولسوريا كاملة. لا يمكن التاريخ لا يعود إلى الوقت. سؤال هنا، الأطراف السورية ان تركت لوحدها من كل الجهات هل هي قادرة على إنتاج حل لن تترك. أم أنها تتقاتل وتتسابح مع الأطراف السورية؟ لن تترك لوحدها. إذا تركت لوحدها قادرة وقتها على أن نقول كسب المعركة من أجل حقوق المشروع. اسمح لي بس فقط ملاحظة. نحن الموازين القوى الخارجية هي التي أخلت بموازين القوى الداخلية، وهي التي أخلت حتى بموازين القوى بين هناك توازن قوى بين القوى الوطنية الديمقراطية والقوى الإسلامية. ما عندنا شيء هيثم بالداخل. ما عندنا شيء قبل يعني بالثورة قبل التدخلات. ما عندنا شيء كشعب. ما عندنا شيء. النظام هو الذي يملك كل الأسلحة. عفوا عفوا
عفوا الأنظمة التي تغيرت من الأنظمة الدكتاتورية الوحشية بنظام ديمقراطي تغيرت بشكل سلمي. أما بالعنف فأعطى الدكتاتورية حتى في أوروبا. ما الذي بادر بالعنف؟ حتى عفوا نحن الآن في هون نحن منقول كل من هو جاء من الخارج جاء بفكرة واحدة هي العنف والقتال. ما حدا منهم إجا لما مشان يبوس خواطرنا ويوزع علينا شوكولاتة ليشوف الفيديوهات التي نشرت على لحظة مش المشكلة ما بدنا نتناقر بشغلين. أنا عم بقول معطى أكيد ما في مواطن غير سوري دخل أراضي سورية إلا ليقتل أو يقتل بأي صف كان. يطلعوا عنا يحلوا عنا بس يحلوا هذول نحن قادرين على قهر النظام السوري. النظام السوري بأبناء سوريا لا يستطيع العيش. النظام السوري عايش بالتدخلات الخارجية العسكرية حتى اللي بتدعي انه جاءت مشاننا. لانه داعش لما بدها تعمل دولة لحالها عم تسيء للثورة السورية قبل ما تسيء للنظام. فلما نحن نجي بوضع من هذا النوع منقول نحن مع أخراج كل غير السوريين المقاتلين. هاي نقطة رقم واحد وهي ليس علاقة لها بجنيف. لو فيهم شرف المجتمع الدولي كان بيصدرها قبل جنيف يا أخي. دول دولي مش إيه. إذا في تواطؤ دولي. لذلك أنا قلت مصيبتنا اليوم لذلك ما رحنا على جنيف. مصيبتنا اليوم أننا ما رحتوا على جنيف لم تدعوا أصبحنا لعبة أمم. دعوا ناس مننا أصبحنا لعبة أمم ولعبة أمم مثل ما قال له بزمانه الشهبندر فيصل الشهبندر قال له أنا ابن الرسول وأنا قبلان بدخول الجنرال شو اسمه هذا اللي فات على سوريا وقتها غورو فقال له أنا ابن بلدي ولا يمكن أن أقبل بالجنرال غولو بالفرنسا هم بدهم جنيف. نحن ما نقبل حدا يحولنا لتابعين ويقرر عننا ويعمل حل عندنا. هذا الحل نحن بإيدينا كسوريين لازم نصنع. عبارة للأستاذ فيصل تفضل. النظام السوري يرد على ما قاله الدكتور وائل قبل قليل من أنه هناك معركة ضد إيران ومحور الصفوي وما بعرف شو بالقول أنه هو يقاتل الإمبريالية والوهابية والمملكة العربية السعودية والرجعية العربية التي تقاتل في سوريا. وبالتالي إذا هذه الثنائية إذا استمرت هو يقول وهم يقولون أعتقد أنه هناك حرب 100 عام بسوريا مش عام واحد. كل طرف يريد أن يصفي الطرف الآخر بمئة عام. نحن نريد أن ينهي الوضع. لحظة والشرق أساس خليك أنت بتعرف أكثر مني. أنت سوري وأنا ما بتقدم عليك. أنت سوري الهوى ولا على الدكتور هيثم ولا على الآخرين. أنا أنت رجل باحث وأنت بتعرف وتدافع عن رأي معين وأنا بدافع عن رأي معين. أنت بتعرف دكتور أنه بشار الأسد شخص. لو شخص قلت لك نظام عمل لك لو شخص كان انتهى الموضوع من زمان. فلذلك عندما تقول بدك قبل شوي الاختصاصي صديقنا الدكتور رامي اختصاصي بالفلسفة السياسية أشار بوضوح لهالمشكلة هاي أنه أنت تريد أن تجد حل ليس لشخص وليس لفئة لبلد بكامله. ولبلد بكامله لا يمكن أن يكون بإلغاء طرف. سؤال. يجب أن يكون سؤال بالاعتراف في هذا الطرف. والاعتراف في هذا الطرف يعني تقديم تنازل. وفي جنيف مبدأ جنيف منطق جنيف يقوم على هذا أن تتنازل وهو يتنازل. ولمعلومات المستمع الأجواء الإقليمية الموجودة الآن والدولية تتيح حل سياسي للأزمة السورية لا تطيع. لا خلينا نتوقف استاذ فيصل لانه الوقت قرب ينتهي بعد في الدكتور والدكتور بدر. لا حل سياسي الا بتنحي بشار اسد ومجموعته حتى نكون واضحين والمجتمع الدولي يعرف. طيب. ولديهم القدره على تنفيذ ذلك. نتذكر جميعا عندما كانوا جديين في عملهم اخرج بشار اسد من لبنان مهرولا بسويعات بعد الاتصالات اللازمه. الان هذه الحرب التي تم تمديدها
بالوكالة نظرا حتى تدمر سوريا وينتهي دورها ونذهب في غياهب التدمير وإعادة البناء وما يجر عليه ذلك من ويلات، هذا كله محسوبا لديهم. وهم الآن في جنيف التصعيد الذي حدث أنهم يريدون دورا لإيران. وفي سوريا نحن نريد سوريا للسوريين، لا نريد إيران ولا من يكون في هوى السياسة الإيرانية. من حقنا بعد كل هذا التدمير والظلم الذي لحق بالشعب السوري أن نأخذ حقنا. الشعب السوري لا يريد نتراجع. قد لا يريد إيران ولكن لا يريد دول أخرى، العربية السعودية مثلا. العربية لحظة، هل التدخل السعودي إذا ردنا نضع النقاط على الحروف لا 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 أعتقد أنه يجب استغلالها لأبعد الحدود، يجب المحاولة، لأن الثمن الفشل هو دماء كثيرة تنزف من الشعب السوري. دعنا نأمل كما أن المؤتمر سوف يؤدي إلى انفراجه، سوف نؤدي بالرغم من زوال. لا ننسى أن مؤتمر مثلا مؤتمر وقف الحرب في فيتنام استمر سنة كاملة. صحيح صحيح، قد يكون هناك جنيف 2 3 4 5. صحيح صحيح، أن هذه هي الفرصة الوحيدة المتاحة في هذا التوقيت. دعنا نأمل، دعنا نأمل بمعجزة، مع أن ليس هناك زمن للمعجزات. دعنا نأمل في معجزة تنهي الآلام الكبيرة التي يمر بها الشعب السوري. هذا السوري سيصنعها صدقني، سيصنع المعجزة. ماذا يعني المستقبل؟ شوف هناك جنيف 3 جنيف 4، ممكن بجنيف 3 ترعى إلى المجتمع. مش حيروح مش حيروح لا خليها. لا تعود تسوية سياسية إلى سكة القطار إلا عندما يكون الشعب السوري طرف أساسي فيها. شكرا شكرا لكم أيها السادة، وائل الحافظ مع حفظ الألقاب طبعا، وائل الحافظ، رامي الخليفة العلي، هيثم المناع، فيصل جلول. انتهت هذه الحلقة، ونأمل لسوريا الخروج من محنتها وأن تعود دولة أمان، دولة للإنسان والمواطن. شكرا لكم.